حسيتي المرض كل سنه بيجيه؟ بقالي 3 سنين كل مرض. لا كل سنه كل سنتين كده حسب التسعين. كنت شايفه ان دور النشر بتقدم فعلا زي ديسكاونتس وسيلز مجزيه للناس العاديه انها تشتري منها في المعرض؟ ما اعتقدش الموضوع مجزي للدرجه ان في الاخر مثلا بتاخدي خصم 8 جنيه مثلا او حاجه ما يعني ما يكفوش ان انت مثلا 8 جنيه تجيبي كتاب تاني حتى. كان فرق كبير جدا، يعني الكتاب مثلا كان بيتباع ب 5 جنيه، دلوقتي لما تيجي تبص عليه من شويه مثلا في الشروق تبص على كتاب لنجيب محفوظ، اقل كتاب دلوقتي بحاجه ب 50. وبعدين انت فاهم العالم ده عامل ايه؟ ارخص، وبس في الحياه العامه في كتب بنفس السعر السوق اللي هي في السور الاسبكيه ويمكن ارخص.